عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل عبر الفيديو كونفرنس حول أهداف وآليات عمل المنظومة الإلكترونية لمتابعة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة، بمشاركة مجموعة من نواب المحافظين ومسؤولي المبادرة في 15 محافظة. وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أهمية تفعيل المتابعة الإلكترونية للمبادرة الرئاسية والتي تعد الأضخم على مستوى العالم، مشددة على ضرورة مشاركة كافة الجهات وخاصة مسؤولي التخطيط والمتابعة في المحافظات في عملية المتابعة وتقييم أثر الجهود التي تبذلها الدولة على حالة التنمية وجودة الحياة في القرى والمراكز المستهدفة للوصول إلى تجمعات ريفية مستدامة.